أول زراعة للكبد في مصر كانت من متبرع حي بالتعاون مع نخبة من الخبراء الأجانب منذ 20 عاماً. وعلى مدار كل هذه السنوات أجرى الفريق الطبي لجامعة عين شمس 1500 عملية زراعة كبد في 3 مستشفيات متنوعة. 460 حالة أجري لها عملية زراعة الكبد في عام 2004 في مستشفى عين شمس التخصصي، أجراها فريق مصري بالكامل رغم التحديات الكبيرة التي واجهته، وهو الأمر الذي يعكس مدى تقدم منظومة العمل الصحي داخل أي مستشفى بمجرد إجراء هذا النوع من الجراحات الدقيقة. نجاح إجراء مثل هذه العمليات دفع إدارة مستشفيات عين شمس لإدخال عمليات زراعة الرئة من خلال مركز زراعة الأعضاء الذي يجري تجهيزه لأجل ذلك بالتعاون مع الجانب الياباني ليكون مركزاً متخصصاً لهذه العمليات بأعلى مستويات الجودة وبمعايير علمية وعالمية دقيقة. من مصر، طارق أحمد.